أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنحاول ننقل لحضراتكم كل الأخبار ونستوعب كل التغييرات اللي بتحصل بشكل سريع جدا في مصر على مدار الأسبوع اللي فات. النهاردة جماعة الإخوان المسلمين في بيانات ليها بعد منتصف الليل قررت التحرك والمشاركة في المظاهرات. أمانة اسكندرية أعلنت على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة إن سيكون هناك مسيرات في مدينة الإسكندرية، وطبعاً أدام هيبقى في مسيرات في مدينة الإسكندرية يبقى هيكون في مسيرات أخرى في عدد من مدن الجمهورية. جماعة الإخوان المسلمين بتقول إن هذه المسيرات رداً على لمواجهة الانقلاب السياسي والعسكري التي اللي بيحصل في البلاد اليومين دول. وصفت كمان المتظاهرين في مختلف ميادين مصر بأن هم ينتموا إلى الفلول والثورة المضادة. بيشرفنا النهاردة في الاستوديو اتنين من الصحفيين الكتاب الباحثين اللي ليهم دراية وخبرة واسعة بمجريات الأمور في مصر. الأول هو الأستاذ محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن. صباح خير يا أستاذ محمد. وطبعا الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ جمال محمد غطاس، الباحث والكاتب في جريدة الأهرام. صباح خير يا فندم. أهلا. صباح خير. إذا سمحتوا لي نبتدي بالمعلومات اللي متوفرة عندنا أستاذ محمد. في بيان من جماعة الإخوان المسلمين بيقول إن في تحركات في اسكندرية، وشفنا مبارح تجمعات ومظاهرات في ميدان النهضة وفي شارع النهضة في الجيزة. هل تتوقع انه في على مدار الساعات اللي جايه ستخرج مظاهرات حاشده مؤيده لبقاء دكتور محمد مرسي في منصب رئيس الجمهوريه؟ على مستوى المعلومات من امبارح بالليل بدا التحرك، ولكن بموضوعيه شديده، لا مجال فيها للكذب ولا مجال فيها للتدليس. هي تحركات هزيله جدا، وتحركات بدا عليها انها نوع من اداء الواجب قبل توديع المشهد السياسي بالكامل، لكنها ايضا حملت رسائل في منتهى الخسة، وانا اسف ان ألجأ الى مثل هذه الالفاظ. يعني ما يعنيني هنا على مستوى المعلومات حاجتين حصلوا امبارح في منتهى الخطورة وفي منتهى الخصة أيضا. أن يصدر بيان من الجماعات الجهادية يعلن فيه أنه لو حدث ونفذت القوات المسلحة المصرية ما اسموه الانقلاب، يعني هو يبدأ بالكذب. القوات المسلحة المصرية في أول قرار قالته في البيان الرائع والمخلص والصادق أنها ليست طرفا في المشهد السياسي ولا في المعادلة السياسية، وأنها لن تحكم، لن نكون طرف ولن نحكم، لن نكون طرف ولن نحكم. فيقوم هم يطلعوا يقول لك إذا القوات المسلحة عملت هذا الانقلاب سنفصل سيناء عن مصر ونعلنها إمارة إسلامية. بس هل تأخذ هذه التصريحات بشكل جدي؟ معلش، بس ده كلام يعني حتى يعني لا يصدر إلا عن مجنون وعن خائن. يعني هذا كلام غير مسؤول ولا يصدر إلا عن مجنون أو خائن، ومتجاوز حتى فكرة أنه عميل للموساد. يعني ده خلاص بقى جندي في الجيش الإسرائيلي مثلا. التحرك الثاني الخسيس جدا هو ما حدث في ملاوي بالأمس، مظاهرة متجهة إلى مطرانية مسيحية تهتف ضد الفلول والنصارى، ولولا تدخل الأمن والشرطة المصرية العاجل وتمكنوا من بطريقة يعني مهنية جدا. يعني أنا بشكر الدكتور محمد مرسي أنه كمان علم وزارة الداخلية المصرية أن تتعامل بمهنية واحترافية عالية جدا، ردا على أو حالة الهلع اللي أصابت الناس وأصابتنا جميعا على البنيان العام للدولة والعمود الفقري للدولة، دفعتنا جميعا إلى أن نستدعي أفضل ما فينا في مواجهة هذه الحالة. مين اللي كان منظم المظاهرة بتاعت الجماعات الإسلامية؟ وكان بينهم إخوان. طيب أنت طالع في مظاهرة تأييد ردا أو استجابة لما أعلنه السيد محمد البلتاجي، النفير العام بتاع البلتاجي. إيه اللي موديك عند الكنيسة؟ وشمعنا الكنيسة
فنحن أمام تهديدين في منتهى الخطورة. إن احنا هنجر المسيحيين لمشهد عنف طائفي كارثي، أو هنفصل سيناء عن مصر وتبقى ونعلنها إمارة إسلامية للجهاديين. هو ده التحرك، ده التهديد. والحقيقة أنه يستدعي حكاية تراثية رائعة جدا، على ما أذكر كانت عن تيمور لانك، لما جات له سيدتين مختلفتين على طفل، كل منهما تدعي أن الطفل ابنها. فتيمور لانك يعني خد قرار، دي بتقول كلام مقنع ودي بتقول كلام مقنع، اقتل الطفل. قال لهم لا، تعالوا نقصه، هنقسمه نصين، كل واحد بتاخد كل واحدة فيكم تاخد نص. ففيهم واحدة صرخت بأعلى صوتها وقالت له مش ابني، فقال لها خديه ده ابنك. هؤلاء الناس اللي جايين الآن بيهددونا بأنه يستمر هذا الرجل في حكم مصر، يستمر مغتصبا للكرسي رغم انهيار شرعيته السياسية والاقتصادية والأخلاقية، يا كده يا البلد نحطمها ونخربها. طب أستاذ محمد، خلينا نروح لجانب الخبري. والنهاردة عندنا عنوان من جريدة الوفد، الوفد في صفحتها الأولى بتقول إن في عدد من التحركات العسكرية الهامة اللي بتجري على الحدود المصرية مع غزة ومع العدو. الوفد في صفحتها الأولى بتقول الجيش ينشر 35 دبابة وطائرات مقاتلة وقوات صاعقة على حدود غزة. مصدر عسكري: لن نسمح باضطرابات في سيناء وسنضرب الجهاديين بيد من حديد. 20 نفقا تحت حماية حماس لتهريب مرسي والإخوان إلى غزة. أستاذ جمال، هل في وسط هذه الارتباطات المكثفة للقوات المسلحة جوا مصر، هل سيناء هي بالفعل دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده مصدر تهديد، ولا دعاوى الجهاديين دي لا تخرج من كونها فانتازية؟ لا، مصدر تهديد بالطبع، واعتقد ان القوات المسلحة واخد المسألة دي على محمل كبير جدا من الجدية. واعتقد انه كمان يعني سلوك القوات المسلحة بعد الأزمة دي هيختلف في التعامل مع الوضع في سيناء، لانه يعني احنا اعتقد ان احنا الحالة الوحيدة في العالم اللي عندها حدود مثقوبة وفي جهات او مسؤولين تنفيذيين او سياديين في الدولة في مؤسسة زي مؤسسة الرئاسة ساكتة على انه يبقى في انفاق. يعني احنا عايزين نشوف دولة في العالم يعني فيها اكبر مسؤول تنفيذي ساكتة كمان على الاغتيالات يعني اللي بتحصل لضباط الشرطة. لا، ده دي مسائل يعني دي مسائل يعني تيجي في الترتيب الاهمية ورا اللي احنا بنقوله. يعني الحدود مثقوبة، فيها منافذ غير شرعية. انا يعني انت حضرتك تلاقي مثلا اللي بيحصل في الجنوب مثلا عند اسوان، تلاقي هناك القوات المسلحة وحرس الحدود بيضبط أي حد بيعدي بس عشان يعمل تنقيب عن بعض المعادن البسيطة اللي في الصحراء، مسألة سيادة. لكن الوضع ده مش موجود في سيناء. سيناء مش إنه اللي يعني مش زي مش يعني أو هتلاقي مثلا في كل الحدود، زي هتلاقي في لو أنت تراجع مثلا حركة المعتقلين أو اللي بيتقبض عليهم، هتلاقي إنه يعني حرس الحدود والقوات المسلحة بتتعامل بمنتهى الجدية في المسألة بتاعت إزاي تعدي الحدود أو ما تعديهاش، إلا في المنطقة بتاعت غزة دي. ده إحنا مش بنعدي، ده معروف جهارا نهارا للناس إن عندنا شوارع تحت الأرض يعني وعليها حراس وفيها حركة بضايع وفي تحصيلات على الضرائب وفي متكسبين على الجانبين. ده وضع فظيع جدا. يعني ما أنا يعني المسألة دي أنا أعتقد إن القوات المسلحة عندها وقت وهتحسم هذا الأمر بشكل أو بآخر. لأنه السؤال بتاع حضرتك، هل لا بتمثل تهديد؟ طبعا. وحتى لو ما فيش أزمة على شرعية الرئيس أو وجوده، هذا الأمر كان لابد أن يجد طريقه إلى تعامل مختلف. شايف أن إعلان حزب الحرية والعدالة امبارح وجماعة الإخوان المسلمين عن نزولهم في مظاهرات النهاردة سواء في الإسكندرية أو نزولهم بالفعل في ميدان النهضة في الجيزة، شايف أن ده يعتبر تهديد للي هيحصل للمتظاهرين اللي موجودين في الشوارع؟ هل ينتج عنه اشتباكات في الأيام اللي جاية؟ احتمال وقاء، يعني لأنه زي ما الأستاذ محمد قال من شوية، دي معركة نهاية بالنسبة لهم. وأنا أتصور أنه هم شايفين أنه دي لحظة الخروج من الماء أو البقاء فيه.
الماء ده هو المجتمع بتاعنا كله، المجتمع اللي عايش بيحتضن هذه الجماعات وبيشكل لها ظهير اجتماعي وبيشكل لها مجال للحركة حتى في مواجهة الدولة وأجهزتها وأجهزة الأمن في أحيان كتير. يعني الجهادي أو الناس الجماعة الإسلامية أو أي تنظيم لما كان بيحصل هجوم أو اعتداء أو حتى في التسعينات كان الناس بتستخبى فين؟ يعني احنا انا مثلا متذكر، يمكن الاستاذ محمد يتذكر اكتر مني، هو صفوه عبد الغني لما اشترك في القضيه بتاعه قتل المحجوب قعد هربان قد ايه فتره طويله. انا اتصور انه احنا بنتذكر ساعات ما كنا في الاهرام ونتابع اللي كان بيتقال ان هو لقى ملاذ امن في الفترات الاولى في منطقه بولاق ابو العيله. طب خليه يعمل دلوقتي اي حد جهادي عمليه من النوع ده ويشوف الظاهره الاجتماعيه بتاعه هيبقى فين، ده هيتسلم عند اول ناصي. يعني مجرد انه ده حاجه من النوع ده، اللي انا اقصده انه الاساس او الحاضنه الاجتماعيه او المجتمعيه للجماعات الاسلاميه والتنظيمات دي بقت على المحك دلوقتي، اما ان هم هيخرجوا من المجتمع يقفوا على الشط، او ده هي ده انا اتصور دي معركتهم دلوقتي، او انهم هيظلوا جوه المجتمع. مفيش بديل للسلم الاهلي المشترك لنا كلنا غير انه يبقى في رشد اكتر من كده في القرارات اللي بياخدوها وفي تحركاتهم في الشارع، وانه يبصوا بشكل في موضوعيه اكتر لمستوى الاداء اللي هم عاملينه في البلد ويتصرفوا على هذا الاساس. احنا عندنا كوارث كانت تكفي لاقاله 10 رؤساء، يعني انهيار العملة ولا انخفاض الاستثمار ولا العجز المهول في ميزان المدفوعات ولا معدل البطالة، يعني حاجات كانت تكفي انه الحكومة تقال والرئيس يفكر في انه هو شرعي ولا مش شرعي، مش عشان اللي احنا بنقول ده ولكن عشان الوضع الصعب اللي احنا وصلنا. استاذ جمال حضرتك قلت نقطة مهمة، وهي ان المجتمع المصري كان بيوفر ظهير آمن لعدد من التيارات الإسلامية على مر العقود اللي فاتت، ولكن في ملحوظة مهمة قوي قالها أستاذ بلال فضل النهاردة في مقاله وقالها على تويتر امبارح، عايز أسأل أستاذ محمد عليه. أستاذ بلال قال إن يجب على الجماعات الإسلامية وشباب الجماعات إن هي تبعد عن العنف تماما في الفترة اللي جاية، لأن أي محاولة للعنف ستؤخر من انضمام هذه الجماعات مرة أخرى إلى النسيج الوطني، ومش مهم مرسي هيفضل ولا هيمشي، ولكن أي كان العنف اللي انتوا هتعملوه دلوقتي أو بكرة أو في الأيام اللي جاية هيخلي استقبالكم مرة أخرى بين جموع الشعب المصري في غاية الصعوبة. هل ده نظرة واقعية للموضوع؟ طبعا بس عاوز أطمن الناس لحاجة أنا لقيتها وحاطط إيدي عليها وأنا بتكلم بأمانة ما بكذبش، لأن أصبحنا في مستنقع كذب غير مسبوق في تاريخ أي ظاهرة اجتماعية وفي تاريخ، يعني الكذب 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 حتى تتقيأ من شدة الكذب. إيه هي الحاجة فندم اللي أنت عايز تقولها للناس؟ اللي قاله بلال شديد الأهمية لكنه متحقق فعلا، وهو أنه الجماعات الإسلامية أداءها امبارح وأداءها خلال 48 ساعة الأخيرة هو أداء واجب وواجب ثقيل على القلب. يعني تصريحات من باب الواجب يعني؟ انا عاوز اي حد وحد محلل وحد استاذ علم نفس يسمع خطاب صفوة عبد الغني وقعد يحلله حتى على مستوى نبرة الصوت، هو يفتقر الى المصداقية الى الحماس الى الدافع. يعني انت ازاء خطاب مهزوم مكسور من الداخل. اثنين، المعتصمين داخل رابعة يطالبون محمد مرسي بالخروج والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة. يعني السلفية الجهادية، الدعوة السلفية طلعت بيان من قلب ربعة يذاع في كل مكان الآن أن احنا مع الدعوة إلى انتخابات رئاسية ده مبكرة. بيان حزب النور؟ لا مش حزب النور. وكمان يعني أطياف سلفية أخرى، أطياف سلفية أخرى. حزب النور برا المعادلة بالكامل ولن يشترك في مثل هذه المظاهرة، وقال إن الحل هو في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الأيام القادمة. أنا عايز أطمن الناس بشكل حقيقي إنه هؤلاء الناس والجماعات على تباينها واختلافتها، ومنها ناس بتكفر محمد مرسي وبتكفر جماعة الإخوان المسلمين وتتهم الإخوان بأنهم فصيل انتهازي كافر، يعني بيكفروهم.
أساء للدين وأساء لمصر ودمر المشروع الإسلامي، فيهم كده كتير جدا. أنا عايز أي حد يراجع ما يقوله نبيل نعيم، يراجع ما يقوله ثروة الخرباوي، يراجع ما يقوله أي حد من الناس اللي اشتغلت معهم وطلعت. يعني حضرتك شايف إن هو مفيش فرصة إن هم يعملوا أعمال عنف في الأيام اللي جاية؟ الكلام عن إنه كمان عاوز أسأل سؤال، أنا عاوز مكتب الإرشاد أسأل هو فين مكتب الإرشاد؟ لماذا لم يصدر بيان صريح من مكتب إرشاد الجماعة الذي يحكم مصر بشكل صريح؟ يعني إحنا بنشوف السفيرة الأمريكية عندما تريد أن تتحدث تتحدث مع خيرة الشاطر، ما يطلع خيرة الشاطر الوقت يقول بيان. ليه من وجهة نظرك هم غايبين عن المشهد؟ ليه أمانة اسكندرية؟ خد بالك من من التوزيع. أمانة اسكندرية، أنا بعتقد بل لدي معلومات عن أن هناك خلاف دب داخل جماعة الإخوان المسلمين نفسها. هناك خلاف عميق جدا الآن عن أنه بعض الشباب وبعض الناس في مراحل عمرية بين 30 و50 قال لك اللي بيحصل ده في أخطاء فادحة وفاضحة، وأنه بدأ في تساؤلات من نوع يعني ممكن تقول عليها يسارية إلى حد ما. أنتوا فين ولادكم؟ يعني احنا ليه احنا بس اللي نحن ابناء الفقراء واقفين في الميادين؟ يعني انا ليا زميل يعز عليا جدا، يعني 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 تلميذي، انا اللي مربيه مهنيا، ان انا الاقيه كاتب امبارح على الفيسبوك يا امي لا تبكيني انا طالع ومش هرجع ولن يمر القوات المسلحه الا على جثتي، انا خارج لاستشهد. يعني لماذا تتركون هؤلاء لمثل هذا المصير؟ اين اولادكم؟ انتوا فين؟ اين القيادات؟ مش شايفين حد منهم على الاطلاق، اختفوا تماما. طيب الخلاف اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، اسمح لي استوضح الخلاف ده لانه امر مهم للغايه. لا انا بس بطمن الناس انه انا اعتقادي انه سيكون خروجا هزيلا جدا، انه سيصبح قطرة في محيط الخروج الهادر للشعب المصري اللي هنشهده اليوم مثلما شهدناه يوم الاحد الماضي. هو الخلاف، انت متفق ان في خلاف جوه جماعه الاخوان؟ هي المساله مش مساله اتفاق واختلاف، احنا لو رجعنا هي الاليه اللي صدر بها قرار تنزيل مرشح لجماعه الاخوان المسلمين لرئاسه الجمهوريه اصلا. مجلس شورى الجماعه اجتمع 4 مرات أو 3 مرات على ما اذكر، وفي الثلاث مرات او المرتين الاولانيين كان المجلس نفسه ضد ترشيح شخص من جماعة الإخوان المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. وثالث مرة أو الرابعة أنا مش عارف هم أو ثلاثة أو أربعة كانت الـ 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 الأصوات جوه، يعني الفرق 4 أو 5 أصوات. ويقال في إحدى الروايات أنه الأربعة اللي رجحوا كفة أنه الجماعة ترشح مرشح لرئيس الجمهورية كانت أصوات ناس مسافرين وجوم أو خدوا موافقتهم بالتليفون أو شيء من هذا القبيل. مش عارف بقى مدى دقة الرواية، لكن ده بيعكس أن في تنوع، مش تنوع يعني، في خلاف في الرأي جوه الجماعة من قبل ترشيح خيرة الشاطر والدكتور محمد مرسي لمنصب الرئيس أساسا من الأول، وأن هذا التيار ما اختفاش من الجماعة، لسه موجود وإلى الآن بيمارس ضغوط وضغوط شديدة جدا على المجلس. التيار ده احنا ما شفناهوش في الفترة اللي فاتت. ما هو مبدأ السمع والطاعة بيخلي انه لما الخلاف خلاص بقى انت، والخلاف ده ما بيطلعش للعلن، لكن الرواية دي ما كل الناس عارفها انه مجلس شورى الجماعة كان انه ترجيح انه الجماعة تدخل سباق انتخابات الرئاسة كان بهامش ضئيل جدا يكاد يماثل هامش المكسب اللي طلع بيه مرسي في الانتخابات بتاعت لما اتعملت انتخابات فعلا. فاحنا قدام جماعة مش منسجمة جواها من الداخل على هذا الخيار من الأصل، وانه يعني في جوه الاخوان ناس شايفه الامور برؤيه مختلفه، والا ليه عبد المنعم فتوح انشق؟ وليه محمد حبيب انشق؟ وليه الخلاف ده يتطور ازاي؟ يعني هل تتوقع أن تنقلب القواعد في الفترة الجاية على قيادات الجماعة زي دكتور محمد بديع، المهندس خيرت الشاطر، دكتور محمد مرسي، عصام العريان، محمد البلتاجي، اللي هم الناس اللي حطوهم في الموقف اللي احنا شايفينه ده، هيتقلبوا عليهم؟ هيشيلوهم؟ هي نوع من يعني اقول لك يعني تنظيم زي تنظيم الإخوان المسلمين بالتراث اللي فيه من انه يعني مصالح التنظيم والضبط الداخلي وعملية السيطرة والكلام ده، تخلي انه التغيير الحقيقي اللي هيحصل هو في المنهج اللي هيتبعوه، مش شرط الأشخاص. يعني ممكن تقعد في بعض هؤلاء الأشخاص أو نسبة منهم يستمروا، لكن بالتأكيد انه بعد الأزمة دي الإخوان لن تكون مثل ما كانت في السابق.
يا إما داخلية يا إما من داخلها أو في تعاملها مع الأطراف أو في وضعها المجتمع أو في تخلص شعبيتها. المسألة لن تكون كما كانت على الإطلاق. أنا بقول زي ما بقول لحضرتك من البداية إنه هم في لحظة إنه إما الخروج من المدينة والبقاء في العراء كده لوحدهم مع تنظيمهم أو أعضائهم المنضوين تنظيميا، أو إنهم يقعدوا جوه النسيج المجتمعي ويبتدوا يغيروا شوية من المنهج بتاعهم، وده اللي احنا بنأمله جميعا. محدش من مصلحته إطلاقا إنه يحصل نوع من البيان ده اللي طلع من بالطريقة دي، لا للإخوان ولا ده. البيان اللي طلع من أمانة اسكندرية، ليه يطلع من أمانة اسكندرية وما يطلعش من مكتب الإرشاد أو يطلع من الإدارة العامة للإخوان المسلمين زي ما أستاذ محمد بيقول؟ والله ده مسألة مستغربة. يعني هم عندهم يعني المسألة التنظيمية دي يعني لها أهميتها وجدارتها كبيرة جدا جوه الإخوان. ما أعرفش إزاي، يعني هل حصل نوع من يعني بتوع الإسكندرية بيزايدوا على مكتب الإرشاد؟ لا، الصفحة الرسمية هي اللي حاطة البيان، الصفحة الرسمية للحرية والعدالة هي اللي حاطة البيان، الأكاونت الرسمي بتاع تويتر بتاع الحرية والعدالة هو اللي حاطط البيان. لا، هل هو مزايده ولا تقسيم ادوار علشان نقدر يعني نبرر عنهم لو حصل حاجه؟ لا، اقدر اقول لحضرتك انه يعني الاحكام في تنظيم الاخوان المسلمين يخليك تاخد اي حاجه بتطلع عن اي مستوى منهم على محمل الجد. مفيش عندهم يعني مرونه تسمح بانه ممكن احد الاطراف او المستويات الادنى يتحرك حركه حره كده بعيد عن انا شايف انها مناوره علشان وقت الحساب ما تبقاش ماسك مكتب الإرشاد ولا ماسك بديع ولا خيرت الشاطر ولا المجموعة اللي قاعدة هنا اللي هي اللي بتدير الدولة بشكل حقيقي، أو كانت بتدير الدولة كانت بتدير الدولة بشكل حقيقي، وأنه لا يجرؤ مكتب اسكندرية أنه يعمل ده أو شعبة اسكندرية أنها تعمل ده بدون الرجوع ليهم أو طلب منهم أن يفعلوا هذا. يعني حتى ما فيش صدق، ما فيش نبلة في أنه يعافر، ما فيش جسارة، لا، ما زال يراوغ ويناور وما زال يجهز لكذبة كبيرة انه لا انا مش مسؤول عن الكلام ده. انا خايف الناس تتصدم يا استاذ محمد من ان احنا نؤكد على هذه الفكرة ان خلاص جماعة الاخوان المسلمين في قيادتها المركزية استسلمت للوضع الحالي خلاص. انا ما قلتش ان القيادة المركزية استسلمت، انا اقول لا، بقول انها بتناور وبتكذب وبتدفع اخرين انهم يطلعوا بيانات زي دي علشان وقت الجد يقول لك انا ما اعرفش، ده تصرف غير مسؤول. بس مراد علي، استاذ مراد علي، دكتور مراد علي، وهو احد المتحدثين الرسميين باسم الجماعه، قال في تصريح امبارح برضه بعد منتصف الليل ان ليس من حق القوات المسلحه ولا الجيش ان هو يعطي اي مهله لاي من مؤسسات الدوله، وبالتالي هم شايفين ان الجيش يتدخل، وشايفين زي ما البيان بتاع اسكندريه بيقول ان ده انقلاب سياسي وعسكري. ده تاني بيرجعني لسؤال احتمالات المواجهه، لأن المواجهة دي مش هتيجي بالخراب على جماعة الإخوان المسلمين بس، لا، دي هتيجي بأثار سلبية كبيرة على المجتمع المصري كله. حضرتك ما زلت عند رأيك إن هو ليس هناك احتمال لمواجهة ما بين الإخوان وما بين فصائل الشعب المختلفة؟ اللي هيحط نفسه في هذه المواجهة الأليمة هم الإخوان، القرار في إيديهم. أنا مش متصور على الإطلاق إن الشعب المصري لديه هذا التراث من التشفي والانتقام اللي هو موجود عند جماعة الإخوان المسلمين. الصحيح هو أن الجماعة هي التي تحمل تراث بغيض من الكراهية للشعب المصري ومن الكراهية للدولة المصرية، وهي اللي كانت بتتشفى وبتنتقم. الجماعة عليها أن تدرك الآن أنه إحنا جاهزين والشعب كله جاهز لأنه يتحلى بخلق عدم الانتقام وعدم التشفي، وهم اللي عليهم أن هم ياخدوا القرار. إذا رأينا يعني هم اللي هيحددوا ما الذي سيفعله معهم المجتمع. انا عاوز اقول لك ان انا من 8 شهور كتبت كلمتين على صفحتي في الفيسبوك، وذهلت من حجم الدخول ومن حجم الناس عماله تشاركني فيهم وعماله تعلق، انه قلت اخشى ان ياتي يوم يبقى كل دورنا في الصحف القوميه، في الصحف المستقله ووسائل الاعلام المستقله، هو الدفاع عن حق جماعه الاخوان المسلمين في محاكمات عادلة، وليس محاكمات شوارع يتعرضوا فيها للسحل والضرب والتعذيب والقتل مثلما فعلوا في أبنائنا. أنا أعتقد كان بعد الولد المسحول صابر وبعد السحل والضرب أمام الاتحادية. الآن هم الذين يملكون أن ينجوا بأنفسهم من هذا المصير المهلك، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر يا أخي أنا عمري ما شفت المشاهد دي، حد يقول لي شاف المشاهد دي فين؟ اللي حصل في أبو مسلم، في زاوية أبو مسلم،
هذا القتل والتعذيب ثم القتل ثم التمثيل بالجثة ثم حرق الجثة، هذا كلام لم يحدث في تاريخ هذا البلد على الإطلاق إلا في الفترة اللي حكم فيها الإخوان المسلمين مصر. سنة صحت جوانا هذا الوحش، صحت جوانا أخلاق الغابة. أخلاق الغابة دي ستندلع إذا لجأ الإخوان المسلمين إلى مثل هذه الأمور اللي بيهددوا بيها. عاوزين تتظاهرهم الميادين، لكن مش أمام الكنائس. عاوزين تتظاهرهم مفيش ذرة تراب من هذا البلد هتعبسوا فيها، مفيش حاجة اسمها إمارة سيناء. حركة تمرد محمود بدر الموثق العام لحركة تمرد امبارح في مكالمة هاتفية مع استوديو سي بي سي قال ان هو بيناشد شباب جماعة الإخوان المسلمين ان هم ينضموا الى المظاهرات اللي معارضة لدكتور محمد مرسي ويبتعدوا تماما عن قيادتهم ويخرجوا للتعبير بشكل سلمي عن فشل دكتور محمد مرسي في منصبه كرئيس للجمهورية. وبالتالي هناك أطراف كتير في المعادلة السياسية بتخايفة إن شباب الجماعة ينجروا إلى معترك وإلى حرب ما يكسبش فيها حد غير قيادات الجماعة، ده لو حققوا أي نصر في هذا الأمر. هل السيطرة والتنظيم اللي حضرتك يا أستاذ جمال كنت بتتكلم عليهم، هل هم بمثل هذه الصرامة اللي تدفع الشباب لتجاهل الواقع اللي احنا شايفينه والنزول إلى مثل هذه المعركة؟ إذا كان في يعني شباب تربوا لفترات طويلة داخل الجماعة لهذا الأمر ويعني تكونت لديهم قناعات أحادية الجانب وعقلية مش منفتحة على الآخر وبتشوف الأمور من زاوية ما يعني يتم تلقيه فقط، فأكيد في قطاع منهم هيتصرف بالطريقة دي وممكن يبقى يعني هيجي له الأوامر فينفذ، وده مش هيبقى جديد. ما احنا بقالنا سنين طويلة بنشوف ده في اللي حصل خلال طوال التسعينات والنص التاني من التمانينات، كان بيحصل هذا النوع من الـ من الـ من التصرف، مش بس في عمليات العنف المادي اللي موجودة في الشوارع أو التفجيرات وحوادث الاغتيال، لا في حتى في المواقف اللي الشخص بياخدها ويبتدي يصبغ بها حياته بالكامل، انه بيعيش بطريقه معينه بيتعامل بطريقه معينه ويوصلوا لمرحله انه والله لا يدخل الجماعه لازم نعرف المأذون اللي جوز والدته ووالده والا ما يبقاش عضو في الجماعه. يعني في احنا لينا قرايب ولينا يعني معارف ويعني خاضوا تجربه الانضمام للجماعه وبيتعمل عنهم تحريات اكتر من اللي كان بيعملها الامن على واحد متقدم في وظيفه في جهاز الدوله المدني. هيسمعوا الكلام يعني طبعا، فيعني على الاقل قطاع منهم هيبقى لسه يعني تحت تاثير هذا النوع من التربيه. شفت تصريحات البلتاجي امبارح فندم اللي بيدعو فيها المعتصمين في رابعه العدويه الى المناداه على زوجاتهم وعلى اولادهم وعلى اسرهم ان هم ينزلوا معاهم وينضموا للاعتصام؟ يعني عمليه حشد بتيجي في المرحله الاخيره زي ما احنا كنا بنقول من شويه، هنحط الاطفال والزوجات في مقدمه الصفوف دلوقتي؟ ما هو المشكله مش في انه يعني الستات والاطفال علشان نعمل مواجهه مع اي طرف، لا المشكله مش في انه السيدات والاطفال ينزلوا، ما هو المظاهرات التانية فيها كده، هي المشكله في انت نازل بانهي ذهنيه هتقف السلوك بتاعك هيبقى واخد انهي صفه. ما في يعني اخوات ولينا وامهات وجدات نازلين في المظاهرات موجوده في التحرير وفي رضع اطفال وفي حوامل موجودين في الميادين يعني، بس ولكن السلوك مختلف والذهنيه مختلفه. يعني هي الفكره في انه انت مش انت بتحشد مين، السؤال الاساسي انت بتوجه الناس اللي بتحشدهم دول عشان يتصرفوا بانهي طريقه وهيقفوا عند انهي مستوى، وحشنت فيهم يعني شحنت فيهم اي نوع من الفكر. طيب احنا عندنا اخبار، خبر بيقول ان مجمع التحرير حاليا الموظفين يعني يقدروا يدخلوا للمجمع وبيمارسوا اعمالهم بشكل عادي وطبيعي للغايه. في صور لميدان التحرير تاتي من ميدان التحرير في اللحظات اللي احنا فيها، اعداد من المتظاهرين عشرات من المتظاهرين ابتدوا للتوافد في ميدان التحرير دلوقتي. احنا عارفين طبعا ان هناك مسيرات حاشده دعت إليها حركة تمرد، تنطلق هذه المسيرات بعضها ينطلق إلى التحرير وبعضها الآخر ينطلق إلى قصر القبة مقر إقامة وعمل دكتور محمد مرسي في الوقت الحالي. حركة تمرد امبارح كانت قالت إن المهلة خلاص النهاردة الساعة 5 مساء يوم الثلاث يجب على دكتور محمد مرسي أن يعلن عن انسحابه من منصبه وإجراءه لانتخابات رئاسية مبكرة. عايز أخد حضراتكم لعدد من عناوين الصحف
وناخد تعليقات من ضيوفنا الأعزاء على هذه العناوين. وهبتدي بالجرائد القومية الأهرام والأخبار والجمهورية. الأهرام في صفحتها الأولى بتقول الإنذار الأخير، الجيش يمهل الجميع 48 ساعة. بيان من القوات المسلحة يؤكد أن مهما كانت الأمور وكيفما ستصير الأمور لن نكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم. القوات المسلحة تؤكد على أن الأمن القومي معرض لخطر شديد، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب فسوف نعلن عن خريطة مستقبل نشرف على تنفيذها. العنوان الثاني اللي في الصفحة الأولى لجريدة الأهرام هو عن رد فعل الناس على بيان القوات المسلحة اللي لسه ذاكرينه لحضراتكم. في زي ما حضراتكم شايفين شباب قدام قصر الاتحادية رافعين الأعلام، وفي ترحيب شعبي ببيان القوات المسلحة زي ما جريدة الأهرام بتقول. طبعا هذا الترحيب وتصدير البيان بتاع القوات المسلحة في الصفحة الأولى للأهرام يتنافى تماما مع الصياغات اللي الأهرام كانت بتاخدها في الصفحات الأولى على مدار الأيام اللي فاتت. يعني الأهرام في الأيام اللي فاتت كانت بتتكلم على أن مصر في قبضة الخوف، زي ما قرينا هذا العنوان لحضراتكم منذ عدة أيام، كانت بتتكلم على حالة من الفزع تسود المواطنين. ولكن بسرعة شديدة صدرت جريدة الأهرام أو إدارة جريدة الأهرام في صفحتها الأولى الإنذار الأخير من القوات المسلحة لجميع القوى السياسية. أخذ تعليق أولي من أستاذ محمد بمناسبة أن حضرتك مدير تحرير لجريدة الوطن. لا، أنا أساسا مساعد رئيس تحرير الأهرام كمان. يعني فيش تعليق؟ لا تعليق، في تنهد بس؟ لا تعليق على الإطلاق، وسبحان مغير الأحوال. سبحان مغير الأحوال فعلا. أستاذ جمال نفس الموقف. نفس الموقف أستاذ جمال ممنوع من العمل في الأهرام. طب ليه بقى نفس الموقف يا أستاذ جمال؟ يعني خلي الأهرام نتكلم فيه في الأهرام. الأهرام نتكلم فيه في الأهرام. طيب إلى جريدة قومية أخرى وهي جريدة الأخبار، وأستاذنا العظيم الأستاذ مصطفى حسين الكاريكاتير بتاعه نازل النهاردة في الصفحة الأولى، والكاريكاتير راسم صورة رجل مصري لابس بنطلون وسديري، والمصري ده بيتباهى بعضلاته، وهذه العضلات جاية من نسيج هذا الوطن، من نسيج القوات المسلحة، أو بتحمل في طياتها بيان القوات المسلحة. من حق المصريين كلهم طبعا أن هم يفتخروا بأن هم نزلوا الشوارع بهذا الشكل، ويفتخروا بأن القوات المسلحة وهي جزء من نسيج الشعب المصري انحازت إلى الإرادة الشعبية في نهاية الأمر. العنوان الأساسي في جريدة الأخبار بيقول على لسان الرئاسة أن بيان الجيش يربك المشهد الوطني. المتحدث العسكري بيقول أن البيان هذا البيان ليس انقلابا ضد النظام، ولكنه انحياز لإرادة الشعب وخوفا على الأمن القومي المصري. طبعا حضراتكم شايفين صورة البنت المصرية وهي بتزغرت احتفالا ببيان القوات المسلحة اللي صدر واللي انحاز لإرادة الشعب. يعني في الآخر هذا البيان ما جاش من الفراغ، ولكنه بيان جه بعد ما ملايين المصريين نزلوا في الشوارع وطالبوا بالتغيير. جريدة قومية أخرى بتعكس برضو أفراح المصريين وهي جريدة الجمهورية. الجمهورية بتتكلم على المهلة اللي مقدارها 28 ساعة، وبتتكلم على أفراح الشوارع، وحط صورة لعدد من الشباب المصريين وهم بيتنازلوا عن كل انتماءاتهم الحزبية وكل الرايات غير رايه وعلم العلم المصري، العلم الوطني المصري. الشباب كانوا بيحتفلوا امبارح في الجرايد ببيان القوات المسلحة. وسبب الاحتفال مش يعني أرجو برضو أن حضراتكم تاخدوا اللي وراء العنوان، سبب الاحتفال مش بيان القوات المسلحة، ولكن سبب الاحتفال أن المصريين تأكدوا أن هم على حق في الآخر، أن هم لما نزلوا واعترضوا على سوء الإدارة واعترضوا على التكويش واعترضوا على كل اللي بيحصل في البلد، هم كان عندهم رغم ان هم كانوا بيحتموا ببعض، ولكن كان عندهم نوع من انواع الترقب لما سيحدث في المستقبل. ولكن بعد بيان القوات المسلحة عمت الفرحة للجميع. ايه تعليق حضرتك استاذ جمال على عناوين الصحف القومية النهاردة؟ هي العناوين بتعكس حالة فعلا موجودة في الشارع، ويعني شيء ايجابي انه نلاقي ان الصحف القومية بتعكس هذا يعني ما يدور. إنما أنا عايز أقول لحضرتك أنه في الشارع بيتجاوب مع أي حاجة بتحصل بقدر ما فيها من صدق.
والعقل الجمعي يعني الفطرة السليمة العادية، يعني الأمة مش هتجتمع على باطل. يعني لما يطلع بيان كل حرف فيه يعني ما فيهوش غرض ومصاغ بعناية شديدة وفيه المصلحة الوطنية اللي ما يعني لا يدركها إلا اللي مغروس في قلب المسؤولية الحقيقية. الناس سمعت الكلام شافت أنه هو ده اللي بيدوروا عليه، إن أنا بندور على البلد. بيان صادق يعني بندور على البلد مش على مين اللي بيحكم. عمر ما يعني أنا أعتقد أن القطاع الأكبر من الشعب ما يهموش مين اللي بيحكم، لا لكن ما يهموش فعلا كيف يحكم. السؤال ده بتاع كيف هو اللي اللي بيعكس قد إيه إحنا وصلنا لمستوى من التدهور في الأداء، يعني ما حدش كان يتخيله. احنا ما احنا كنا بنتابع طوال السنين اللي فاتت اداء الحكومات بتاعت مبارك، وكنا بنصفها بانها حكومه انصاف الكفاءات وانصاف الجهل. لكن احنا وصلنا مرحله في حد من الوزراء مره بيقول لي هو انت ليه ما بتتكلمش عن اللي احنا بنعمله في الوزاره ده بعد الثوره وفي خلال ساعه الاخوان. قلت له في فارق بسيط جدا، في فترات سابقه قبل كده كان بيبقى في شيء يمكن ان نتفق او نختلف على مدى صحته او خطاه، انما الان لا يوجد شيء نناقشه اصلا على الاطلاق. يعني هقول ايه؟ ما هو انا يعني احنا اخر يعني مقال كتبته قبل ما يحصل الاستاذ محمد قال عليه ان احنا اتنقلنا من حكومه الفكره لحكومه البوسطه. عندنا حكومه البوسطه دي يا استاذ جمال مسؤولين كبار جدا بيمضوا البوسطه وبيمشوا، ما فيش فكره، ما فيش خطه لبكره، ما فيش منهج. ما انت يعني مثلا اقول لحضرتك مثال بسيط جدا، لو انت خدت قطاع زي البحث العلمي مثلا، اسال سؤال كده، هو بعد الثوره وبعد كل اللي حصل في البلد من احداث جسيمه دي كلها، هو احنا رايحين فين في القطاع ده؟ يعني احنا رايحين عشان نحط مثلا اولوياتنا في المياه والتصحر والطاقه البديله والحاجات دي، ولا رايحين لكيمياء الاسطح والقذفات الصواريخ بتاعه الفضاء، ولا هنركز على في الصحه على الطب الوقائي ولا الطب العلاجي، ولا والتعليم بتاعنا هيبقى ماشي في انهي اتجاه، وعمليات التدريب المهني اللي بتحصل يعني هنحطها في اي صياغه للمستقبل؟ في يعني حد يجاوب على الاسئله البسيطه دي؟ مفيش حد فكر اصلا. طيب اسمح لي يا استاذ جمال، ويسأل ده بقى في كل المجالات. طب انت هتقول رايك في ايه؟ ما هو مفيش. اسمح لي نروح بقى الجورنال الحريه ونشوف كيف تناولت جريدة الحرية والعدالة البيان اللي خرج من القيادة العامة للقوات المسلحة. رد الرئاسة رغم ان هو جاء متأخرا، الا ان الحرية والعدالة يبدو ان هي كان عندها علم بيه قبل ما احنا نعرف، لان هي نقلة تصريح رئاسة الجمهورية بتقول لن نسمح بالعودة الى الوراء تحت اي ظرف. بيان القوات المسلحة لم تتم مراجعة الرئيس بشأنه وبعض عباراته يمكن أن تتسبب في إرباك المشهد. إيه تعليق حضرتك أستاذ محمد على عن عنوان الحرية والعدالة؟ طبعا هم يعني مش كانوا عندهم علم، هم قال لهم ما تطبعش إلا ما أقول لك. ما عندهمش علم، لا يعني غير صحيح أن حد يبقى عنده علم. هو فقط يتم إختاره لا تتصرف إلا لما أقول لك. طب يا فندم نعمل إيه في البيان؟ قلت لك ما تتصرفش إلا ما أرجع لك، لما أبقى أكلمك. وقف الجورنال، فوقف الجورنال لغاية ما جاله البيان بتاع الرئاسة ردا على بيان القوات المسلحة. ده رأيي في العملية الحرية والعدالة. الـ يعني الاختيارات في العناوين بالشكل ده من الحرية والعدالة بتعكس يعني حالة انه هم يعني معظم الوقت عايشين حالة صراع على السلطة اكثر من حالة اصلاح، وده ماشي في نفس السياق. يعني هو ما شافش في البيان اطلاقا الا انه الرئيس ما شافش، ما عداش عليه، بس ما عداش على الرئيس، ما هو وانه ده بيربك المشهد في بعض عباراته. احنا عندنا قضيه اصليه في القصه، البلد تنهار. يعني ليه الرئيس وجماعه الاخوان مش باصين على الحته دي؟ الحكومه كمان بتنهار يا فندم، يعني اليوم السابع النهارده في صحيتها الاولى، الحكومه دي تروح تقال وتشكل غيرها بعد ساعه. طب خلينا نقول اليوم السابع قال ايه على الحكومه. اليوم السابع في صفحتها الاولى بتقول نظام الاخوان يتفكك، استقاله 5 وزراء و9 نواب. الاستقالات شملت وزراء المجالس النيابية والاتصالات والبيئة والسياحة والمرافق. وزير السياحة بيقول لن أتراجع عن هذه الاستقالة. يعني
في كمان امبارح بالليل بعد منتصف الليل اعلن وزير الخارجيه استقالته، وهو اعتقد ان هو لو بصينا على الحقائب الوزاريه التي استقالت يعتبر هو الاقرب والاكثر ترتيبا، يعني الاقرب ترتيبا الى رئيس الوزراء وزير الخارجيه ان هو اعلن استقالته. لا انا في الحته بتاعه الاستقالات دي فيها معنى تاني، انا بعد اذنك يا محمد تبص الكل الوزراء اللي استقالوا هم اقرب الوزراء للاحترافيه مش للاختيار السياسي، حتى يعني وزير لو حتى مجلسي الشعب وشؤون انا بتكلم عن الشؤون القانونيه، انا بتكلم على أغلب الشخص أغلب. ده عنده تراكم معرفي قد ايه قبل ما توصل لمواقفه السياسيه ومدى اقترابه او ابتعاده عن جماعه الاخوان. ده يعكس ايه؟ انه حتى واحد زي المستشار حتى ما احنا عارفينه كلنا وصديقنا ممكن يكون تقديره في قبول المنصب احنا اختلفنا معاه، لكن انت ما تقدرش تنفي انه هذا الرجل عنده تراكم في الخبره. انا قعدت معاه قبل الانتخابات الرئاسيه، هو الحقيقه هو اللي بادر وجه قاعد معايا في مكتبي وكان لسه موجود في اللجنه الرئاسيه عشان كنا بنناقش بعض الامور، يعني تبادل الراي والخبره. لا يعني واحد زي ده او المهندس عاطف حلمي او وزير السياحه، المهندس عاطف حلمي صديقي من سنين من اكتر من 10 و15 بتاع وزير الاتصالات، وانا يعني انا النهارده بصراحه بهنيه على هذا القرار انه استقال. جه متاخر القرار ده؟ جه متاخر خالص، انا كنت بقول له ما تدخلش الوزاره اساسا. يعني لما سالني قلت له ما تدخلش هذه الوزاره. طب اذا سمحت انت قدام مجموعه من الوزراء. استاذ محمد عنده تعليق على انا هقول بس نفس الجمله دي، انت قدام مجموعه، هو بقول معلومات مهمه، انت بتقول معلومه يعني قدام مجموعه من الوزراء استقالت، تقييمهم اللي دفعهم للموقف اللي دفعهم للاستقالة هو تقييم أنا أتصور أنه نابع من التراكم المعرفي اللي عندهم، مش مسألة صراع سياسي أكتر. يعني ممكن يبقى في الآخر تقييمهم أنه هذا الصراع السياسي عمل أزمة، لكن قبل ده الأمور اللي فضلت تتراكم فوق بعضها وخلتهم ياخدوا هذا القرار هو طبيعة الأداء جوه مجلس الوزراء وجوه النظام اللي بيدير البلد. طب وما استقالوش قبل كده ليه؟ ربما قدروا انه في فرصه للاصلاح، انه في فرصه انه ممكن يدوا شويه في هذا الاطار. انا يعني قعدت مره مع الوزير كامل عمرو كان في اللجنه التشريعيه في مجلس الوزراء، فاول ما جه راجل مهذب وشديد الخلق وعنده يعني تسمع منه فتعرف انه وراه تاريخ طويل من الخبره، واعتقد انه الخمسه دول يعني قعدوا يدوا فرصه ورا الثانيه انه في امل ان هم ربما يصلحوا شيئا ما، لكن بعد يوم الحد المسألة يمكن وصلت لهم قناعة انه خلاص يعني مش هيقدروا يعملوا اللي بيتصوروا ان هم يعملوا للبلد من خدمة وطنية. لكن الباقيين اللي قاعدين ما حدش منهم جه خالص على باله انه يستقيل، دول جايين مناصبهم بحكم اختيارات سياسية وحسابات جاية في اطار صراع السلطة، لكن دول تكنوقراط، الخمسة تكنوقراط. الخمسة تكنوقراط، ولكن الخمسة كان قدامهم أداءات سياسية متدهورة بقالها فترة طويلة. أنا على الأقل أعرف ثلاثة منهم، يعني المهندس عاطف حلمي وحاتم بجاتو، والانطباع اللي أنا خدته بسرعة في لقاء واحد مع كامل عمرو، الثلاثة دول أعتقد أنه يعني ما نقدرش نشكك إطلاقا لا في مجهودهم ولا في قدرتهم على العطاء ولا في خبرتهم، لكن انا يعني تصوري انهم وصلوا للقناعه دي انه لم يعد هناك ما يمكن ان يديهم بصيص امل في اضافه شيء له قيمه في هذا البلد في ظل هذه التركيبه. يا استاذ جمال ازاي بس ده هم يعني عملوا هذه الاستقاله لما الدنيا اتدربكت والناس 22 ولا 25 مليون نزلوا، يبقى هم اكيد استقالوا، هذه الاستقاله جت بناء على المظاهرات. ايوه انا معاك، انا مش مختلف. الاداء السياسي، ما هو الاداء السياسي سيء، دول ملهمش اداء سياسي. الاداء السياسي للنظام اللي هم بيشتغلوا في وسطه، ما هو الاداء السياسي ده مش سيء، ده متدهور يعني. خلاص يعني انا لو من هذه الوزراء لا يعني ما كانوش يدخلوا الوزاره. انا ده كان رايي من الاول، بس زي ما بقول لحضرتك كل واحد بيبقى عنده تقييم وربما طبعا يكون في حد عنده دافع من الوطنيه. يعني انا عايز اقول لك كمان انه المتحدث الرسمي، فيه اتنين متحدثين رسميين باسم رفضوا الناس دي ما طلعوش امبارح ليه؟ الحقيقه ان الناس يعني هم برضو عندهم تاريخ من الاحترافية وتاريخ من المهنية، وأنه رايح يقوم بدور فعليه أن يقوم به بشكل احترافي وبشكل مهني. الناس لقت نفسها بتتورط في أكاذيب وبتتورط في حالة من العشوائية وانعدام الخبرة وانعدام الرؤية، فرفضوا تماما أن هم يطلعوا. عاوز أقول لك على حاجة كمان، أن الضغوط العاطفية التي تمارس على هؤلاء الناس
لكي يقبلوا المنصب صحيح، ضغوط فوق احتمال أي بشر. صح. اثنين، الضغوط التي مورست عليهم حتى يؤجلوا هذه الاستقالات برضو فوق احتمال أي بشر. صحيح. بل تصل إلى طريقة إذا كان رئيس الجمهورية بيطلع يقول نبوس بعض ونحضن بعض وناخد بعض بالحضن فالمشاكل هتتحل وبإذن الله الدنيا هتمطر والمطر هيجي، إيه المشكلة لما يتبنى سد النهضة؟ ما الدنيا هتمطر. يعني إذا كان رئيس الجمهورية بيتكلم بهذه العاطفية الرسة، واخد بالك، عاطفية رسة، وأنا كشخص محترف لماذا أنساق لهذه العاطفية؟ أنا بقولك تمارس عليهم ضغوط، ما أنا لا أبرر لهم على الإطلاق، هم جايز جمال بيتكلم بطريقة دبلوماسية شوية لأنهم يعرفهم معرفة شخصية، لكن لكن مسألة أنهم عندهم تراكم مهني، عندهم تراكم مهني، لكن دائما الانتهازية موجودة عند اللي عنده تراكم مهني واللي ما عندوش تراكم مهني. يعني أنا لا أبرئ أحد بالانتهازية السياسية في مثل هذا الموقف، لا أبرئ أحد على الإطلاق، لكن في نفس الوقت التحرك السريع الآن للقفز من هذه المركب قبل الغرق شيء أعطى للناس قدر كبير جدا من الأمل ومن الدافع في أنه الناس دي حتى من جواهم يعني ما عندهمش حتى احترافية في أنهم يعملوا حكومة متساندة ان هم يطلعوا يحلوا أزمة. معلش انا هستأذنك بس عشان عندنا خبر عاجل او عندنا موضوع بيحصل دلوقتي متابعة عاجلة، ان هناك محاولات لاقتحام مقر الحرية والعدالة في محافظة الفيوم. معنا على التليفون الزميل الصحفي الاستاذ ميشيل عبد الله. صباح الخير يا استاذ ميشيل، بشكر حضرتك على انضمامك لينا. ايه الموقف في الفيوم؟ هل تم اقتحام المقر ولا في متظاهرين متجمعين حواليه بس؟ هو في الواقع يعني محاولات الاقتراب من مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة المشلة مدخل مدينة الفيوم تجري من الساعات المتأخرة من مساء أمس وحتى وقت قليل، وخلفت حوالي 37 مصاب في هذه الاشتباكات بين مجموعة من الصبية والشباب وبين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين القائمين على حراسة مقر الحزب. في الحقيقة يعني الإصابات ناتجة عن إيه يا أستاذ ميشيل؟ يعني مصدر في الإسعاف منذ قليل بيؤكد لي أنها طلقات حي وخرطوش. طلقات حي وخرطوش بالفعل. أهالي منطقة مصطفى حسن المحيطة بالمقر لم يستطيعوا النوم طوال الليل من سماع عدوية طلقات النيران، لدرجة أن كثير من مواطني المدينة يسمعونها في أحيان أخرى. فاحنا عندنا محاولات لاقتحام هذا المقر اللي موجود في منطقة المسلة منذ ساعات الفجر الأولى، وحتى الآن في ضرب نار حي وخرطوش خلف 37 مصاب. في 37 مصاب، وفي فرع البنك الأهلي يعني لم يعمل اليوم بسبب هذه الاشتباكات لأنها كانت قريبة من عمارة التأمين التي تبعد أمتارا قليلة عن مقر حزب الحرية والعدالة. والغريب في الامر انه المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين بعضهم يحمل سلاح آلي كان يستخدم عماره التامين لاصطياد المتظاهرين. كانوا واقفين فوق اسطح العماره يعني؟ ده حقيقي. ويعني حديث الناس في الفتره دي انه المفترض ان العماره دي فيها فرع للمخابرات، يعني الناس بتسال ازاي ان هم طلعوا استخدموا السطح بتاع عمارة التأمين، يعني دي مسألة ما زالت غامضة حتى الآن. أستاذ ميشيل، هل في وجود لقوات شرطة محيطة بالمكان؟ لا، الشرطة لم تتدخل، كان مدرعتين حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل حاولوا ان هم يفضوا الاشتباك بين الطرفين، توقف قليلا، وبعد ان مرت المدرعتين تواصلت الاشتباكات حتى وقت قليل. تواصلت، هل توقفت الاشتباكات دلوقتي؟ منذ حوالي 10 دقائق تقريبا. ايه السبب؟ هل انسحب الصبية والشباب اللي كانوا محيطين بالمقر ولا انسحب اعضاء الاخوان؟ انسحب الصبية لان هناك عدد كبير من اعضاء الاخوان متواجدون حول المقر في عمارات تحت الانشاء بجوار المقر وفي مدخل المقر يحملون الشوم طبعا والسلاح. انا بشكرك جدا استاذ ميشيل عبد الله من الفيوم، مراسل جريدة الوطن ميشيل بيقول لنا ان كان هناك محاولات على مدار ساعات الصباح الاولى لاقتحام مقر حزب الحرية والعدالة. هذا المقر موجود في منطقة المسلة
بمحافظة الفيوم. أعضاء الحرية والعدالة على حسب رواية أستاذ ميشيل بيحملوا الأسلحة الآلية والأسلحة النارية ومسدسات الخرطوش. تم إصابة 37 شخص في هذه الاشتباكات. حتى الآن الشرطة كان ليها تواجد ولكن لم تتدخل، توقفت الاشتباكات منذ 10 دقائق فقط. في خبر تاني لسه جاي لنا دلوقتي من غرفة أخبار سي بي سي، الخبر بيقول إن القضاء الإماراتي عاقب أو أصدر أحكام بالبراءة ل 25 من المتهمين في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين. حسب وكالات الأنباء، المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا أصدرت أحكاما بالبراءة ل 25 من المتهمين وأحكاما بالسجن لمدة سنة لثمان هاربين والسجن من 3 لـ7 سنوات لخمسة متهمين وعشرة سنوات للبقية. ولكن غير واضح حتى الآن البقية دول قد إيه، يعني الناس اللي خدوا بقى أحكام بعشر سنوات مش واضح هم قد إيه. فهنتابع مع حضراتكم ونعرف الإحصاءات الأخيرة للمتهمين في قضية تنظيم الإخوان السري في دولة الإمارات العربية المتحدة. تاني هقول لحضراتكم، 25 من المتهمين خدوا براءة، 8 من المتهمين هاربين خدوا سنة سجن، 5 من المتهمين خدوا أحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وعدد من المتهمين خدوا 10 سنوات سجن. هنقول لحضراتكم اللي خدوا 10 سنوات سجن إيه دول كم متهم في وقفات إخبارية تالية. أستاذ محمد، أي من التعليقات على الاشتباكات اللي موجودة في الفيوم؟ الحقيقة أن الاشتباكات دي وغيرها من الاشتباكات يعني أنا قلبي بتقبض لما بسمعها، لأنه عداد المصابين والقتلى والدم المسال هترتفع هيزيد جدا. وأنا شايف أنه مقرات حزب الحرية والعدالة أو مقرات جماعة الإخوان المسلمين هي ضمن الثروة العقارية لهذا البلد، ولا يصح على الإطلاق أن تقتحم، ولا يصح أن تلقى عليها حجارة أو مولوتوف أو أي نوع من أنواع الاعتداء. وعلى المتظاهرين الذين يريدون أن يعبروا عن رأيهم وعن انتهاء شرعية هذا الرجل أو هذا أو مكتب إرشاد الجماعة الذي يحكم مصر بالتدليس وبالكذب وبالغدر، أن يذهبوا إلى الميادين العامة للتعبير عن موقفهم دون اعتداءات ودون اعتداءات على الإطلاق. لكن أنا بس عاوز أقول معلومة، أنه ما تم ضبطه من سلاح مع الطيارات الإسلامية عموما خلال أو الطيارات يعني المتأسلمة خلال أسبوع أو 10 أيام الأخيرة يكاد يعادل ما تم ضبطه من سلاح خلال عام كامل من أعوام من العامين ونص بتوع الانفلات الأمني. يعني في عشرة أيام تتمكن وزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى وحرس الحدود من أن يضبط كميات سلاح وذخيرة تفوق خيالنا كلنا. طب في خبر عاجل تاني يا أستاذ محمد إذا سمحت لي بالمقاطعة، هذا الخبر يأتي من غرفة الأخبار التابعة لسي بي سي. الخبر بيقول إن رفضت محكمة النقد منذ دقائق طعنا مقدما من المستشار طلعت عبد الله على الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام. إذن المستشار طلعت عبد الله كان صدر حكم ببطلان تعيينه كنائب عام، المستشار طلعت عبد الله وهو النائب العام كان طعن على هذا الحكم امام محكمة النقد، ومنذ دقائق رفضت محكمة النقد الطعن المقدم من النائب العام الحالي او المستشار طلعت عبد الله. تطور مهم في الأحداث ولا هناك تشابك قضائي، يعني سلسلة من الأحكام المتتالية واحنا مش فاهمين؟ أنا شايف أنها أمور تجاوزتها الأحداث بكثير جدا، وأن هذا الملف سيغلق، وأن هو أهم الملفات. كيف سيغلق يا فندم؟ هينتهي، هتنهيه الثورة، هتنهيه هذه الثورة. أنا أخطر ما يعني من أخطر ما حدث في هذه البلد على الإطلاق، أنا رأيي هو تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عنه. لماذا؟ أولا لأنه ما ينفعش أن يتقفل عليا سكة التقاضي، ما ينفعش أنه
ابقى بيتبلغ فيا بيطلع دعموش المعلم دعموش المربي دقنه قد كده وكرشه قد كده يطلع يقدم فيها بلاغ ان انا اهنت السيد الرئيس. فيروح السيد وكيل النيابه الاخواني جايبني على طول ويروح يديني 4 ايام في 15 يوم ويروح منزلني جلسه، فيروح القاضي العظيم الاخواني رزعني سنه او سنتين او ثلاثه سجن. ما خلاص ما كده كده كان يفتح عبد الله المستشار طلعت عبد الله ده كان سيفتح الطريق لحمامات دم في هذا البلد. وانا شخصيا كنت بادئ افكر انه خليه عشان يعمل كيف يمكنني ان اخذ حقي لو ظلمت. أيوة. القضاء انتهت في وجود هذا النائب العام وفي وجود الهجمة الشرسة على القضاء وتحطيم القضاء واخراج اكتر من 3500 قاضي وانك تجيب المحامين الاخوان وتحلهم محلهم وانك تدخل اعضاء جدد في النيابة من جماعة الاخوان ودول دول اذا كان هناك استحلال للكذب واستحلال للدم وان الكذب مش حرام طالما انه يخدم التنظيم واغتصاب النساء في التحرير ليس حرام واتهام الثوار بانهم هم الذين يغتصبون بما فعلناه من اغتصاب ليس حرام طالما انه يخدم التنظيم وان يقتل مسلم فهو ليس حرام اذ تسقط يعني بنص كلام حسن البنا اذا حدث وقتل مسلم في امر يخدم التنظيم فده مسألة تسقط عنها صفة الجريمة تسقط عنها صفة الجريمة. فملف النائب العام من أخطر الملفات التي أدت إلى سقوط الشرعية السياسية والأخلاقية للدكتور محمد مرسي ولحكم الإخوان، وهذا الملف من أخطر الملفات سيغلق وسيحاكم هذا الرجل المستشار طلعت عبد الله. طيب إذا سمحتوا لنا ضيوف الأعزاء وإذا سمح لنا المشاهدين سنستكمل هذا الحوار سنستكمل هذه التغطية الإخبارية الهامة جدا للأحداث المهمة اللي بتحصل في مصر على مدار الأيام السابقة وتوقعات وتنبؤات وقراءة للمعلومات الآتية إلينا عن مظاهرات ومسيرات حركة تمرد النهاردة اللي رايحة إلى قصر القبة. كما سنعقد وبشكل سريع وبشكل مفصل للغاية المقارنة ما بين الخطابين، خطاب دكتور محمد مرسي والذي استمر لمدة 156 دقيقة وهو من أطول خطابات الرؤساء السياسيين على مستوى العالم، وخطاب قصير للغاية استغرق من 6 إلى 7 دقائق أدلت به القيادة العامة للقوات المسلحة أمس ووجهته إلى الشعب المصري وإلى القوى السياسية. سنعقد هذه المقارنة ما بين الخطابين ولكن بعد الفصل.